مش اهمها ان المدير الفني طلبك واداره النادي اكس او اس وافقت وهتجيبك، لا مش من ضمنها. كلنا شفنا مدير فني يرتبط فنيا بحسام غالي، لكن الاداره ربما عن عدم قدره ماليه، ربما عن عدم استظراف، سميها زي ما تسميها، لكن الاداره قالت له لا. يعني اظن انه في يناير قد يعود غالي للنادي الاهلي، او يعود من الاحتراف، او ينتقل من نادي لاخر في الدوري السعودي. ومن ثم يعني هنا الحسبه حسبه احمد انت بتدينا فتحي بتدينا لخت وبعدين بتتوهنا. ليه؟ ده انا ما صدقت اخد منك تصريح، اكيد انت بتبقى قادر يعني. وحسام غالي ممكن يرجع فعلا النادي الاهلي بنسبه كبيره. بنسبه كبيره. نسبه كام؟ 80%. 80%. تودي طب وهندسه في الثانويه العامه بتاعتها. بس جماهير النادي الاهلي انا عارف ان هي بتصدق تسمع الاخبار اللي هي النجوم بتاعتها الكبار. طبعا، لانهم 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 ادوا النادي الاهلي، لانهم نموذج برضو للاحتراف الخاص جدا اللي بقول لحضرتك حلو. عليه ده. حلو. الاحتراف اللي ما فيهوش وانت خارج مهزوم ما تبقاش مشاعرك مشاعر جماهير. حلو. لا بتبقى زعلان وبتعيط وتروح ما تتعشاش، احتراف خاص جدا الاحتراف الاهلاوي على فكره. حلو. هنقفل القصه دي ونروح لمباراه الاهلي والاسماعيلي وشايفها ازاي.